بخيوط الصوف والقطن والحرير يخرج من بين يديها منتجات تمتاز بالفن والجمال. تحرص إنعام على مزج الخيوط بألوانها وخاماتها المختلفة بروح المكان وعظمة التراث وعبق التاريخ. إنعام ومنذ 15 عاما اتخذت من صناعة الكليم والسجاد اليدوي مهنة لها، منتجات تعد امتدادا للتراث الفرعوني القديم. مهنة الكليم دي مهنة شاقة جدا في التعامل معها، بس هي لذيذة يعني لما الواحد يشتغلها ويحبها. بنعمل منها القصابيس، بنعمل منها مهنة القصابيس اللي هي بواقي المصانع، بنعمل منها الكليم العادي ده اللي احنا بنفرشه على الكنب او الارضيات والطيور في العربية، وبنعمل برضو على نفس النول النول الكليم الصوف اللي هي المناظر الطبيعية والاشكال الهندسية. صناعة السجاد اليدوي قائمة على استخدام النول الخشبي، يعتمد من خلال تركيبه على تحقيق الترابط بين الخيوط، ليرسم الفنان من خلاله لوحة متقنة من السجاد والمنسوجات اليدوية التي يحبها السائحون وزوار المحافظة ويقبلون على اقتنائها. فمنتجات النول تمتاز بالقوة والمتانة، ما يعطي القطع عمرا أطول عن مثيلتها التي تنتجها ماكينات المصانع. السجاد الصوف ده بيعتمد على صورة قدامي مع الخيط، بيكون الخيط أبيض جدا وأنا أرسم المنظر اللي هو بيبدأ الصورة اللي قدامي دي. المنتج بتاعه مميز يعني، إنتاجه كويس متقن، مفيهوش عيوب كتير. اللي بيحبوا العربية السواقين، الأهالي في البيوت طبعا بتاخده، الكافيتريات، في كتير بيستخدموا اللي هو ده كليم القصابيس. انما الصوف ده بيعتمد على السياحة والرحلات العرب. لخبرتها الطويلة في عالم صناعة السجاد ومنتجات النسيج باستخدام النول اليدوي، بدأت بطلة قصتنا في تدريب الفتيات وتعليمهن أصول المهنة لتكون مصدر رزق لهن. المهنة التي يرافقها بجانب التعب والمشقة المتعة والإحساس بالإنجاز. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.